الإعداد المطلوب، ولكن هذه خطوة الحمد لله. وهذا الشرف، هذا الفضل أعطاه الله على جماعة عدو الإحسان. غادي نخلي السي عبد الكريم العالمي يتكلم لكم في هذا الموضوع. وهذا اللي جاكم واحد الناس مباركون حاضرين معكم، واحد الأخ من الدار البيضاء كيتسمى سيدي محمد عرامي، راهو يجي. وهذا ستي تعرفوا هذا السيد شكون هو اسمو؟ هذا العلو. مولياش بركة تعرفوا، مولو واحد الحاجة مزيانة ومهمة وفيها إعداد. شناهي يعني مخيم؟ شكون اللي كان سارك في مخيم فيكم؟ شكون اللي كان سارك في مخيم؟ شو هزي؟ هزي العلو. المخيم تا هو من إعداد القوة الحمد لله. سي عبد الكريم العالمي شكون اللي فيكم عمرو ما سمعش العالمي يتكلم؟ هذا هو عبد الكريم العالمي، أستاذ عبد الكريم العالمي. ما شو أستاذ عبد الكريم؟ بزاف الناس. وتقول لهم الجامعة كيف كانت والصلاة وإلى آخره، والآن كي ولات سي فتح الله رسالة كيعرفوه شي وحدين، لأن شي وحدين ما كيعرفوش، شكون ما كيعرفش فتح الله رسالة؟ تا وانتم أخين صغار تعرفوا مستقبلا إن شاء الله، ومن هذه الليلة غتعرفوا ويتكلم لكم ويقول لكم شنو خصكم تعرفوا وكيفاش. سي محمد العلوي اللي هو ابو الجامعة وحدايا كيعرفوا الجامع ياك، ما كاينش شكون اللي ما عمرو جلس معاه باش يسمع له ويتصنت له. شو هذا سي محمد الشي؟ وهذا السيد اللي حداه اسمه هذا اللي حداه برشي من المدينة دار البيضاء. شكون من الكون مع حي المحمدي؟ تبارك الله عليك. شكون من الكون اللي ما عمرو جلس معاه باش يتصنت له ويشوفوه؟ ربما شفته في مخيم ديال سيدي وسيدي العلو قال مخيم. هكذاك. وهذاك السيد اللي حدا اللي كجيه اسمو ما تعرفوش؟ سي احمد السعيد دار البيضاء. حتى راه تكون شفتو ملي خرجنا من الحصار هذي واحد عامين هذيك عامين كانوا يصوروه وداك الشيء باش يزموه بانهم اللي رابين كبار. لو كان غادي معايا دائما ونتكلموا على اعداد القوه نرجعوا نبداو نشوفوا بان هاد الناس مفسدون في الارض. شي حد الشراكي والشي والشي قاعد مغربين لهم عقيدتهم، يعني سبب يعني عندهم عقيده كما انا وانت كنقولوا بيد الله كاين ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما عندهم الاسلام هما اللي تخلفنا صافي عقيده ويموتوا عليها، يموتوا عليها. هادو شنو كانوا كيديروا في وقت كليات، ودابا في نصو، ودابا الكليات شنو ولا فيها؟ سي عبد الكريم العالمي كان طالب في ديك الوقيته. تفضل اسيدي. نستعين سيدي وعلى اله وصحبه اجمعين. ان وفقنا ويسر لنا الى الاجتماع هذه الليله العظيمه، ليله الجمعه، فهي منوره بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليله لقاء مع حبيبه المرشد، فهو لقاء الاحبه عيد، فهذا يعلم الله عيد من اعظم الاحبه. الامر ديال الجامعه لعل واحد العدد ديال الاخوه ديالنا هنايا غادي يكونوا حسوا بما حسنا به الجميع. انا التحقت بالجامعه في 1979 وخرجت منها في 1984، وهذه الفتره وما قبلها وما بعدها بشويه كانت فتره ديال السيطره مطلقه ديال الشيوعيين وديال الاشتراكيين، ومرت عليها على الجامعه في هذه الفتره جميع التموجات ديال هاد اليساريين وهاد الملحدين، من ادنى المتطرفين ديالهم حتى شي شويه ديال المعتدين. والقاسم المشترك بيناتهم جميع هو الالحاد في دين الله سبحانه وتعالى. انا نذكر بعض الصور ديال هاد المظاهر ديال الالحاد ديالهم، المظاهر ديال كفرهم، ومن بعد فيهم من تا وفيهم من لا يزال يسار الدار نسال الله سبحانه وتعالى الله. كنذكر في 82 او 81
في انتظار كان واحد الانتخابات ديال التعاضدية، وفي انتظار ديال النتائج كيتحدثوا هكا وكيفرقوا اللغة بيناتهم، وكل واحد كيتذكر زعما كيفاش اللغة ديال العداء ديال الله سبحانه وتعالى. وشي واحد فيهم 23 مارس أنا ذاك كنت هي اللي جات بعد الناس منظمة العمل تيقول أن الوالد ديالي عييت معاه فاش هاد الصلايب عاد منا عييت معاه مبغاش يسمع نهائيا. فاضطريت كتيقول هو اضطر واحد النهار قال لك خلاه حتى سجد وجر له رجليه، الوالد ديالي جر له رجليه مشي في حاله وشي هدف أقرب الناس ليه باه. أما أمهات المؤمنين شنو كانوا تيقولوا عليهم؟ خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى داكشي كل حال راه الكفر ليس بكافر. شنو كانوا كيرميو به الأمهات ديال المؤمنين؟ شنو كانوا تيقولوا من الأمثلة ديالهم مثلا؟ شنو واحد طلع للمدرج وتيقول والمدرج عامر عن آخره تيقول تحية نضالية للشيطان إبليس، تحية نضالية لإبليس. وعلاش كيحييه بهذه التحية ديالو في الإلحاد؟ تحية نضالية لإبليس لأنه أول واحد قال لا للرجعية، هو كيشير بهذا الكفر ديالو لأن إبليس أبى أن يأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى ويسجد السيدة آدم. شنو داروا في المصحف؟ كيف دنسوه؟ شنو كانوا كيديروا في بيوت الله سبحانه وتعالى؟ ومن لطف الله عز وجل ومن الكرم العظيم الله سبحانه وتعالى على هذه الجماعة المباركة والتأييد ديال الله سبحانه وتعالى في ذات الإسلام، في 86 تأسس العمل ديال الجماعة، في 86 فبراير 86 تأسس العمل الطلابي ديال العدل والإحسان. في ظرف وجيز في 5 سنوات من 86 حتى 92 كان الحمد لله الجماعة وصلت لكل الجامعات، بل أكثر من هذا. بعد هاد 6 سنين بدات السيطرة كبيرة الحمد لله على كل حال، شيء نسبة ضعيفة بزاف ولكن اللي كنقارنوها مع داكشي اللي كان مع الفضل ديال الله سبحانه وتعالى علينا شي حاجة اللي عظيمة وعظيمة بزاف. حتى جات 96 يعني 10 سنين بالضبط من 86 ل 96 أعتى الأحزاب وأقوى الأحزاب في البلاد واللي كان كيعتبروا هو كل شيء، بلا به ما يكون شيء به يكون كل شيء، وهو جاء بقدم وقاضيهم في جامعاتهم الربيعية ووافقوا والاتحاد الاشتراكي اللي في مارس يعني في الجامعة الربيعية جاء للدار البيضاء، والدار البيضاء هي القلب النابض ديال كل شيء، الطبقة العاملة والحركة الطلابية والقوة الاقتصادية رمز كبير. وهذا الحدث هذا عنده واحد الدلالة كبيرة في التاريخ المعاصر في الحقيقة، يعني شي حاجة ماشي سهلة، واخا كيكون حدث عادي جدا ولكن تبنى عليه التحول الآن اللي كيعيشو البلاد كله ماشي بالبلاد. إذا جات هذه الجامعة الربيعية في 96 في ربيع 96 وجا فيها الياسر وجا فيها الأمل وفتح الله والعلم وسيدنا اليسوع على كل حال، كلشي الشعبية الاتحادية المنظمات اللي تبعنا كلها الجمعيات النسائية الجمعيات الشبابية النقابات كلشي نزلوا باش يبينين كأنه شي واحد الملك ديالو ورجع له صافي، ولكن صافي النقي تماما ديال داكشي اللي خلاه، بمعنى الله سبحانه وتعالى يهدي لهم واحد الهدالة كبيرة بزاف. علاش قلت هاد الامر هذا ديال هاد التغير الكبير اللي حدث من بعد؟ علاش؟ وحنا نشوفوا في 96 2002 مباشرة بعد 6 شهور جا الدستور ديال شو تنبير 96. هاد الاتحاد الاشتراكي والناس اللي كانوا اليسار كله هاد المدة كلها ديال 40 سنة كان الكلمة ديالهم الوحيدة حول الدستور هي لا، دائما لا للدستور. قبل في 92 أقصى مدى هو المقاطعة أو أدنى مدى المقاطعة.